نحافظ على صحتنا ونكون دائما متواصلين مع أجسامنا بما نختار إلها الأفضل والأنقى والمفيد أكثر، لابد أيضا أنه نتعرف على بعض لا سمح الله الأمراض أو مسببات المرض من خلال بعض الاستشارات أو النصائح الطبية. في فقرة عفاكم الله راح تتحدث لنا الدكتورة أحلام هيفاء عن كثير من التفاصيل حول بعض المعلومات والنصائح والإرشادات الطبية بما يخص الحفاظ على صحتنا، ابقوا معنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، الحمد لله. تفضلي حبيبتي، شو اسمك؟ زهراء ستة. زهراء، شو العمر يا زهراء؟ 16 سنة. 16 سنة العمر كله. شو عم تشكي يا زهراء؟ عجلة؟ دكتور عم يشكي من الصدفية. شو عرفك صدفية؟ شو في عجلتك؟ احكي لي، اشرحي لي، شو في؟ عندي قشور وتقشير وين المناطق؟ بالاكواع والركب. من ايمتى هالحالة عندك؟ من زمان، من كنت صغيرة. من لما كنت صغيرة؟ طيب، حدا بالعيلة معه هيك مشاكل؟ ما أتذكر يعني. عالجتيهم مثلاً؟ عالجتيهم؟ أخذتي علاجات؟ أحياناً. إيمت بتشد الحالة معك؟ أكثر شيء بهذا الفصل، فصل الشتاء والخريف والشتاء على الجفاف. طيب لما بتنزعجي نفسياً بتحسي إنه بيظهروا؟ إيه. بيظهروا نفسياً؟ ماشي. الصداف أو الصدفية عبارة عن مرض وراثي وخلل بالمناعة الذاتية، يتظاهر على شكل بقع حمراء متوضعة بشكل شائع على الكوعين والركبتين وأسفل الظهر، طبعا غير معدي، يتظاهر على شكل بقع قلنا حمراء وقشور فضية ممكن تكون حاكة حسب الشخص، يعني نتيجة الجفاف والتشقق ممكن يكون كمان مؤلم. طبعا الصداف انواع، منه صداف الفروه وصداف الاظافر والاشعه، حكينا عنه الصداف اللويحي، ايضا في صداف اسمه صداف نقطي بترافق هيدا مع انتان بالعوم، واكثر شيء بيصيب الاطفال هالنوع من الصداف. طبعا الصداف كثير له علاقه بالحاله النفسيه والقلق والتوتر. هل في شيء اسمه مثيرات الصداف؟ شو هي الاشياء اللي بيشد المرض اللي بخليه بحاله يزداد سوء؟ يعني مثل ما قالت مريضتنا هون، الشده النفسيه والتوتر هي من الاسباب اللي بتزيد هجمات الصداف. ايضا بعض الادويه كعلاجات الضغط، كادويه علاج الضغط، بالاضافه الى العادات السيئه كالتدخين والكحول، بالاضافه الى زياده الوزن والاكل الغير صحي. طبعا بالاضافه الى الانتان، مثل ما حكينا الانتان بالعوم والانتانات الثانوي، الانتانات ممكن تزيد من هجمات الصداف. طبعا مثل ما قلنا الصداف هو مرض جلدي، ولكن في حال عدم العلاج ممكن يؤدي لامراض ثانيه بالجسم. مثل شو هالامراض؟ مثل الضغط، بيسبب الضغط احيانا، الاكتئاب ممكن، والتوتر النفسي ممكن كمان يسبب سكري، زياده وزن، بالاضافه الى امراض قلبيه ووعائيه. واهم شيء عندنا في التهاب المفاصل الصدفي، هذا كثير كثير شيء صعب وبده علاج بشكل مراقب بشكل دائم. طبعا نجي على العلاج، شو العلاجات الحديثه المتوفره؟ حسب الحاله ممكن اذا كان العلاج بسيط نعالج بكريمات موضعيه ومرطبات، ومثل ما قلنا بنبعد عن كل المثيرات اللي بيزيد الصدف كالقلق والتوتر، بالاضافه الى ممكن ناخذ حبوب بالطريق عن طريق الفم، كابتات المناعه مثلا، ايضا العلاج الضوئي اذا كانت حاله الصداف شديده او متوسطه، وهناك حديثا العلاج البيولوجي، بالاضافه الى العلاج بالليزر، في ليزر الحقيقه كثير كويس للصداف هو ليزر الاكزيمار.
طبعاً مو بس الصدف هو عبارة عن مرض يشتد بالتوتر والقلق والحالة النفسية للمريض، في عندنا مجموعة أمراض أيضاً، من هالأمراض في أمراض جلدية العامل النفسي هو الأساسي بحدوثها، مثلاً الآفات الصناعية، المريض النفسي ممكن يعمل أذية بجلده، ممكن الحالة الثانية هي رهاب الطفيليات، في عندنا مرضى بيكون عندهم طفيليات بيشفوا منها طبعا، بس بيضل عندهم هاجس او وسواس انه عندهم طفيليات على جلدهم. ايضا هناك عرة نتف الاشعار، بحاول المريض دائما ينتف شعر راسه نتيجة الأزمة النفسية اللي عم يمر فيها. قضم الأظافر كمان حالة نفسية. ايضا آلام اللسان، اللسان دائما بالمريض بيتوجع انه في الم بلسانه، وبيكون هذا وهم، مجرد قلق، مجرد توتر نفسي. ايضا في بالاضافه لهالشيء في الفرفوريات والكدمات، بحاول دائما يؤذي نفسه ويؤذي جلده. طبعا والمجموعه الامراض اللي بتلعب اللي ما هي نفسيه بالاساس، ولكن يلعب العامل النفسي دور اساسي بانه تزداد شده، بيكون لها اسباب طبعا بيئيه واسباب وراثيه. من هالأمراض هي الشري المزمن والحكة. الشري المزمن والحكة لما بننفي كل الأسباب، الأسباب الداخلية والأسباب الدوائية والأسباب الغذائية، ممكن نفكر بالشري النفسي، السبب نفسي. أيضا هناك الأكزيما، هناك أيضا الثعلبة له دور العامل النفسي فيها. أيضا مثل ما قلنا الصدفية اللي حكينا عنه من شوي، بالإضافة إلى العقبول أو الهربس والسآليل.